بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس العاشر من هذه السلسلة راح نتناول فيه موضوع الفلاتر، تحريك البني آدمين، السيارات، أمر فلاتر للفيديوهات بشكل عام. راح أبلش بكبسة الموفي. عملت هنا فيديو جدا بسيط اللي هو الفيديو تبع المرة الماضية الدرس التاسع، أخذته وحاولت إن أحوله بطريقة تانية، إن أشتغل على إشي بيسك أو سكتشي، أحاول أشتغل على شو، على إنه يتحول عندي لماتيريال تلقائيا شوي شوي ما بين الكي فريم الأول والتاني. بلاحظ الماتيريال اللي هون راح تبلش عندي تظهر شوي شوي، لسه موجود خطوط الجريد. لو أجيت هون على خطوط الجريد بلاقيها ما انتقلت مرة واحدة، لسه موجود خطوط الجريد، بس شوي شوي صارت تنتقل لحد ما بلشت أروح هون للثيم اللي كلياته ماتيريال يور ماتيريال حتى. طيب تحصيل هاي الفيديوهات او هاي الايقونات كيف ممكن اعملها؟ حبلش فيها من الصفر. كيف عملتها؟ احترام الرموف لكل الكي فريم. انا عندي مشهد زي هيك، بس بالاول حابب ان احط هنا بني ادم بيمشي بالهولوي، بحاول ان احركه مع المشهد. فرح أروح على البني آدم وأحاول أختار شخصية بتتحرك، مان أفريكان. أوكي أختار هذا البني آدم وأختار نسخة تانية منه، مان إيجن. أوكي ما في عندي مشكلة، أحاول أمسك الأول أعمل له روتيت، أنت تكون زي هيك الروتيشن تبعك. هذا بدي الروتيشن له زي هون، هذا بدي يكون عندي ماخذ الموف هنا. بقدر اكبس كنترول او الت اعمل من نسخة تانية احركه بهذا الاتجاه. خلينا اعمل له موف، اصلا بتحرك زي اخوه اللي هناك. طيب راح ارجع للموفي. لما اجي اشغل الموفي بلاقي البني ادم ستاندينج ستيل، يعني واقف مكانه بس اجريه اللي بتحركوا. كيف بدي احرك هذا البني ادم؟ في عندي هون قائمة اللي هي نيو افكت، لما اختارها بقدر اتحكم بالوورد افكتس على بشكل عام. الاوتون مثلا جنريتر، كيف احصل خريف مثلا، المون، السن ستدي، الووتر، الجلوبال الومنيشن، ريفليكشنز، الكونتريلز، يعني في عندي كتير شغلات. بقدر اتحكم بالوذر سواء كان عندي كلاود او مثلا فوق ولا سنو ولا مثلا وينتر او رين. فوليومتريك سان لايت، ممكن ادخل اللي هي السان لايت لجوا. الاوبجكتس ممكن اتحكم بالاوبجكتس يكون في عندي مثلا الموف لإلهم. فهون الفلتر هيو من اسمه بحكي لك بدي احرك او اعمل موف لاوبجكت. اختار هذا الاوبجكت هلا، احكي له بيطلع عندي الاوبجكت اللي هو اسمه موف، بحكي له هون ايديت. شو معنات ايديت؟ يعني بحكي له بحاول يمسك اي عنصر ممكن تحريكه. بحكي له امسك لي هذا العنصر، نقطة البداية لإله هون هي اصلا، نقطة النهاية لإله هي الاند او ستارت بوزيشن. هيو الاند بوزيشن بدي يكون عندي هناك. مثلا اجيت عندي قلت له ستارت بوزيشن هيو، اند بوزيشن هيو. جت عندي هذا قلت له انت بلش من ستارت بوزيشن، انت هي هون. اذا قلت له اوكي هلا صار عندي بني ادم بلش بالستارت بوزيشن مكان ما حطيته، والاند بوزيشن مكان ما رميناه. من الاخر بني ادم هذا، بس طبعا لو اجت بدي اكمل لسه. خلينا احاول احرك البني ادم بطريقه تانية. احكي له اديت، احاول امسك هذا البني ادم، احكي له بلش عندي الستارت بوزيشن اللي هي عندك، والإند بوزيشن وين؟ هي هناك. فتاني أنا حابب إنه هذا الإند بوزيشن يكون وين الإند بوزيشن لإله؟ بدي الإند لإله يكون هنا. فترى شو اللي راح يصير عندي هلأ؟ راح يصير بني آدم رايح راجع رايح راجع. هاي من الأخطاء الموست كومن، إنه الواحد لما يجي بده يعمل فيديو إنه بحط البني آدم بنسى يضبط له، يعني أو يضبط الحركة تبعته قدام الموفي. فأنت حاول تخلي حركة البني آدم طويلة، مش غلط تنوع تعمل جروب من الناس واقفين، ما تكتر بني ادمين جوا المشهد، ممكن يكون هاي اشي ضدك مش لصالحك.
حاول تبتعد عن الناس اللي بكونوا زي هيك، مثلا تمشيه فترة قصيرة ويرد يرجع، طوال يبين يعني بلفت الانتباه أكتر لسه من المشروع. بقدر أرجع هون أعمل له ريموف، وخلينا نعمل له إيديت، أطلع لفوق أخذ البني آدم، هاي الإند بوزيشن لإله هون، بدي الإند لإله يصير هناك. أوكي، بدي أحاول أحط هون برضو بني آدمين، بدي أرجع على البيلد مود، بحاول هون أوزع مثلا مجموعة بني آدمين. مان إيجن، خلينا نوقفه هون، واحد واقف هون، واحد بحكي مثلا معه، تاني واحد، تالت مثلا خلينا نحكي بحكي منفعل شوي صغيرة. طيب فبالتالي باخذ هذا بعمله شوية روتيت، وهذا لف وجهك عليهم لفه، وانت تطلع عليهم. ايوه هيك تمام. بقدر احط هون بالساوند صوت بني ادمين، رغم الاشي شوي صغير مزعج لإلي اني اكون اضطر اسمع صوت بني ادمين، بس خلينا نجرب. خلينا ناخذ اشي سمول هون، بالتالي ممكن لما اجي بدي ابلش الفيديو هلا، رغم انه صوتهم عالي كتير اوريدي، صراحة مزعج مزعج كتير الصوت. بدنا نروح هلا ارجع على الموفي، لو اجيت شغلته والاصوات موجودة كلها راح تنسمع. هيك بتلاقي في مجموعة بني ادمين على اساس انهم بيحكوا مع بعض، واحد بيمشي هون واحد بروح هون. هاي خلصنا من الافكت الاول. حبيت ان انتقل لافكت تاني، اعطي افكت تاني بحكي له نيو افكت، نعمل مثلا ارتستك، مشهد ارتستك زي اللي بعمل ريندر بالماتيريال اللي بكون عندي، بحطه في ري اوفر رايد ماتيريال بالماكس. ممكن تعملها لون ريد او اللون اللي بدك اياه. انا هون ام جونا ستيك تو وايت، راح تبني هون على اللون السكني او الابيض. احكي له قديش الديفيوجن، يعني الديفيوجن لها، ممكن اسحبه كامل، ممكن اخليه كتير يتاثر بالسكني، أخليه يتأثر بالسكن. حلو مش عاطل. النويز إذا في عندي نويز كيف يتعامل معه، بحكي له نويز ريدكشن. ولكن المشهد هذا صار يتعامل مع البني آدمين مع كل إشي كأنه آيتمز كلها لونها واحد. إذا حبيت بهاي المرحلة خليه زي هيك مش مشكلة. بدي أمسك هذا الإفكت، بدي أحكي له خذ لي هايت، خبي لي هذا الإفكت نتفه، بحكي له خذ لي نيو إفكت اللي هو السكتش. سكتش خلينا ناخذ هذا سكتش حلو كتير للشغل. ممكن اخذ اللي هو الباستر سكتش، قديش الاكيوريسي لإله تكون اكيوريسي واطية ولا عالية، قديش الكونسبت ستايل تكون مثلا كونسبت على الاخر ولا ابدا اعمل كونسبت شغل على الاخر، قديش عندي الستايل ثيكنس، خلينا نوطيها هاي اللي هي الاوتلاين دنسيتي خليها تكون اخف احلى، اللاين لينث خلي يكون عندي برضو اوطى احلى، بدي اكد على الخطوط، والفيد اوت اوطى برضو راح تكون عنا احلى. اوت لاين لا بالنص هون احسن، وايت اوت لاين خليها زي هيك، اشي زي هيك حلو. كلر ايدج لا خليها تكون عندي موجودة، الدبث ايدج خلي يكون عندي مأكد عليها اكتر لتحت، ايدج ثيكنس خليها اعلى احسن. بقدر ساعتها اجي احكي له اوكي اعمل بلاي، صار عندي يتحكم فيه وكانوا كلياته سكتش. طيب هلا برضو بدي اعمله هذا مثلا ريموف، وهذا بدي اعمله ريموف. هلا الاشي الصعب اني كيف بدي احاول احصل افكت الشمس مثلا، او افكت مثلا يكون تلقائي، يعني الشمس تتحرك من هون تصير تغرب بالجهة التانية. بحكي له نيو افكت، مثلا نروح على كلمة وورد نحكي لها مثلا sun، السن هايت أنا عمالي بتحكم فيها، يكون عندي بهذا الفيديو زي هيك السن، السن هيدنج لا خليك بهذا الاتجاه برضو حلو، السن برايتنس تكون عندي خفيفة ولا قوية خليها عادية زي هيك، خلينا نحكي زي هيك المشهد. هلا بدي اياها تمها ماشية
بس افرض انه لما بدي اوصل لنهاية الفيديو بهاي المرحلة، حاب انه عند الشمس تتغير مكانها، ما تتم ثابتة. في عندي هون كبسة صغيرة اسمها كريات كري فريم، بدي احكي له عند هاي الثانية اعمل لي كي فريم. هذا الكي فريم بدي الشمس تصير عندي تتحرك لهون، بدي تمشي لقدام. لما اوصل هاي المرحلة اعمل لي كمان كريات كي فريم. هذا الكي فريم مثلا خلينا نحكي بدي ارجع الشمس، لما رد ارجع بلاحظ ان الشمس لساتها ما بتتحرك، لانه انا طولت المسافة بين الكي فريم الاول والثاني، مشان يصير عندي الترانزيشن لاين شماله كتير بطيء وحلو. بس هون انا اسرعت الاشي، فترى كيف صار عندي يتحرك بشكل واضح. فانت دائما تيجي بدك تشتغل حاول انك تطلع على الفريمز وتطلع على الفريمات بشكل عام. طلع انا هون في عندي لما احط المؤشر بصير اقرأ هون الخط اللي بده يطلع، وانا بدي اطلع لما احط المؤشر هون بلاحظ الافكت كان عندي خفيف، مرة واحدة تغير الافكت بشكل كامل، لاحظت انه جدا كبير. بقدر اني امسك الكي فريم هذا احكي له بدي اياك هون مثلا تصير عندي 6 كي فريم. هذا الكي فريم بقدر اني امسكه واعمله ريموف كي فريم. فلما اجي احط هون الماوس بلاحظ انه صار عندي الافكت ترانزيشن له اسرع او احسن. ممكن احكي له مثلا خد لي لا هون اعمل لي كرييت فريم، وهذا اعمل لي له ريموف. بلاحظ لسه صار عندي الكي فريم لسه احسن واحسن. لما اجي هون يا دوب دوب تقدر تقرا الفرق انت، يعني مقارنة بأول. هيك بقدر أعمل إفكت متحرك خلال المشهد. لو حبيت أعمل الإفكت اللي قبل شوي كنت عامله، بقدر أروح سكتش أحكي له خد لي بلو برينت. هاي البلو برينت بقدر أحكي له التايم مثلا خد لي زي هيك، خلينا نحكي التايم زي هيك، هذا الوقت مناسب زي هيك. الجريد خلينا نكبره ونصغره، خلي يكون أصغر أحلى ممكن. بنحكي نحكي له خد لي بلش جريد عادي زي هيك، بس بدي لما أوصل هون بهاي المرحلة مثل هون خليه حطر قدام. خلي لما أوصل هون، لما أوصل هون أيوة بالضبط، بحكي له عمل لي كي فريم عند هذا الكي فريم ده تاني ماشي عادي من هون لحد هون لحد هون. بدي اعمل كمان كي فريم، بس هذا الكي فريم شماله بدي يكون في عندي صار زي هيك الشكل. خلينا نحكي انه صار في عندي زي هيك، خلينا ناخده كامل. بلاحظ انا بلشت بالشغل تم عندي ماشي الجريد. كان حكيت لما توصل هذا الكي فريم خليك ماشي عادي. هيو بعدها من هون لهون بدي تبلش تعطيني كلرز الترانزيشن يكون شماله مريح للعين، فبلاحظ انه مرة واحدة رح تصير الماتيريال اللي عندي تطلع. هيك قدرت اني اعطي افكت واتحكم فيه. ممكن اعطي كمان افكتات تانية تكون عندي مثلا على الويذر، اني انزل مثلا رين او فوليوم. ممكن اعطيه فوليومتريك سان لايت، هي مباشرة السان لايت كيف تصير تدخل عندي. هاي السن لايت ممكن اجي احكي له فوليومتريك سن لايت قديش برايتنس تبعها، كي لا تكون عندي اوطى. ممكن الرينج تبعها يكون هيك عندي كتير مبالغ فيه زي هيك، خلينا نحكي برايتنس تكون عندي واطية. بس انا ملاحظ انه اصلا يعني ما بتعطيني النويز شور. ممكن اجي احكي لها مثلا بدي فوليوم او خلينا نحكي الكاميرا. في هون ايش اسمه كلر كوركشن عجبني، ممكن اجي اعطي كلر كوركشن على كونتراست الصورة المينيمم بقلها للماكسيمم. الجاما كيف بدي اتحكم فيها، الساتوريشن اسحب لون ولا لا، الريد اللي هي الشنل تبعت الريد، شنل البلو، شنل الجرين مثلا ممكن تكون عندي ومش موجود الشنل الجرين بعرفش ليش. ممكن أعطي كونتراست للصورة أو برايتنس للصورة أتحكم فيها. هيك بكون خلصت الإفكتات، وبقدر إني أجي بعديها أعمل له سيف فيديو. خلص من سيف فيديو أز إيمج. هذا الدرس العاشر اللي هو الموجود عندنا من السلسلة هاي.
بإذن الله ممكن يكون، ممكن يكون في كمان درس أخير أختم فيه هاي السلسلة. موجود الدروس راح تلاقوها على الجروب أو على البيج الشخصية الخاصة فيي، وبرضو على الجروب إن شاء الله. هيك بحكي لكم، يعطيكم ألف عافية والسلام عليكم.